شفت ريكون على بال شوف الأضواء لمين وشمال سلوكنا في طريقنا يحمي أجيال إذا كنتي ماشي في طريقنا. مساءكم سعيد وتتابعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج المرة الجاية عندك. برنامج المرة الجاية عندك يعني بالإبداع والمبدعين في كل المجالات ويبرز الوجه المشرق لمدينة فاس أولا وللمغرب ثانيا. حلقتنا اليوم هي مؤثرة ومؤثرة جدا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. تعتبر حوادث السير من أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة والإعاقة كذلك، وأصبحت ظاهرة تؤرق المسؤولين والمواطنين على السواء. جبنا خالي كنت انا بغيت ندوز من السبطه وتلقينا واحد الدري هزنا دانا اللي دانا دقات الطوموبيل اسمي سبينا وطحنا في الصفايا بقات شاقي كندور بالبيكالا وقت البيكالا وبقيت كندور كانت حاطيه يعني ماما شويه ملي دخلت شافت الشانطي هبطت في الهبطة وكان طلعت هو يجرني الرموك ملي جرني تلاحيت على الأرض صافي ديك الساعة ما بقيتش عاقل على والو ملي غنحل عينيا في السبيطار. كنعرفوا بأنه فعلا كاين إشكالات وكاين حرب ديال الطرقات اللي هي كتخلي لنا العديد من القتلى في البلد ديالنا ولا في مجموعة من البلدان اللي كتعاني من مشاكل البنية التحتية وكذلك من مشاكل قلة الوعي بالخطورة ديال هذا الإشكال هذا. وبالتالي بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي للسلامة الطرقية يعني نحاول أن نذكر عموم المواطنين عموم يعني السائقين وكذلك حتى الراجلين باش انهم يكونوا واعيين بالخطوره ديال هذا الامر هذا وتجدد واحد الثقافه ديال احترام القوانين اللي عدم احترام ديالها بطبيعه الحال كيؤدي الى نتائج اللي هي خطيره. لذلك يعني نؤكد على ضروره الاهتمام بهذا الاشكال هذا من طرف جميع المتداخلين لا السياسيين ولا كذلك من طرف ابناء الشعب والمواطنون بغيه يعني تجاوز هذه الاشكالات هذه ديال حوادث السير اللي كتخلي لنا اعاقات بطبيعه الحال كتخلي لنا قتلى للاسف. وهذا يعني امر خصو يكون من بين اولويات ديال الدوله ولا حتى المواطنين بطبيعه الحال لانهم اللي هما من الموقع ديالهم يقدروا يخلقوا واحد الحياه منتظمه يقدروا انهم يساهموا في معالجه مثل هكذا اشكالات. شنو في نظرك الاسباب والمسببات ديال حوادث السير في بلادنا؟ الاسباب في النظر ديالي ديال حوادث السير للاسف يعني عدم الاحترام. وانا كنهضر في هذه المساله هذه يعني كل فئات ديال الشعب كتلقى في بعض الاحيان ناس اللي ربما كتحاول تجاوز القانون عن طريق مثلا السلطه ديال الفلوس او شيء من هذا القبيل. كاين قله الوعي اللي كتخلي الناس كيرتكبوا مثلا شي سلوكيات من داخل الطريق لا يعني اللي غير مقبوله وكتؤدي الى هذه الاشكالات هذه. اذا من المسؤول عن تفاقم هذه الحوادث؟ هل الراجلين، السائقين ام ضعف البنيه التحتيه؟ هل التحسيس والتوعية له دور في الحد من تراجع حوادث السير؟ ما هي مخططات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؟ سنعرف كل هذا على لسان ضيفنا اليوم، والمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هو رئيس الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية والشؤون الاجتماعية وقانون السير بالمغرب ومدير مؤسسة أي أوتوإيكول. إذا نرحب جميعا بالضيف عزيز الهريشلي الفاعل الجمعوي. مساء الخير. مساء الخير. لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. شنو السؤال الذي يطرحه نفسه أولا وباش يعرفوه بزاف ديال المتتبعين، شنو كنقصدوا بالسلامة الطرقية؟ السلامة الطرقية هي للجميع، للمجتمع المدني ومستعملي الطريق. نعم. مستعملي الطريق الراجلين وسائقين الشاحنات والحافلات والسيارات الأجرة وجميع اللي كيستعملوا الطريق.
كنطلقوا السلامه الطرقيه هو برنامج وطني نعم وطني كل 18 فبراير كيدوز هذا كل عام، ولكن هذا البرنامج خصو ما يبقاش يومي، خصو يبقى ديما ان شاء الله، وكتستعمل السلامه الطرقيه بجميع الميادين اللي كيحتلها الوطن ديالنا. نعم. فين وصلت حوادث السير في بلادنا؟ حوادث السير وصلت بلادنا الحمد لله دابا نقصت واحد 10% في 2019. نعم. نقصت واحد 10% بالمجهودات ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه مع الجمعيات والمجتمع المدني اللي كيشتغل في السلامه الطرقيه. نعم. لان كنقولوا دابا الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، قبل كانت اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، الان اصبحت الوكاله الوطنية للسلامه الطرقيه. ما هي اسباب ومسببات حوادث السير؟ اسباب حوادث السير الاول هو العنصر البشري. نعم. العنصر البشري و مستعملي جميع اللي كيستعمل الطريق هو كيتسبب في الحوادث، وما ردوش غير العنصر البشري، كاينه البنيه التحتيه حتى هي ماشي في المستوى، ماشي هذا، ولكن دابا غادي الحمد لله كتحسن شويه بشويه، ولهذا خصنا نكونوا حنايا فهمتيني العنصر البشري ملي كيسوق ديك السياره او هذا خصو يحترم القوانين السير المعمول بها وطنيا. الوعي بقانون السير والتربيه الطرقيه. اكيد التربيه الطرقيه. ما هي اللي بغينا نعرفوا الفئات الاكثر عرضه لحوادث السير؟ هما دوك الاطفال الصغار. نعم. ودوك العجزه اللي كيكونوا ما كيعرفوش يقطعوا الطريق، ما كيعرفوش هذوك هما اللي كيكونوا عرضه لحوادث السير. وكذلك على ما اظن هناك الفئه العديمه الحمايه، اللي كنقولوا الفئه العديمه الحمايه هما اصحاب الدرجات الناريه واصحاب الدرجات العاديه والراجلين. هذه الكلمه ديال الفئات عديمه الحمايه هي كتضمها ثلاثه ديال الفئات. نعم. هما اكثر عرضه. حتى هما اكثر عرضه لحوادث السير. نعم. وخصنا حنا كجمعيه وطنيه للسلامه الطرقيه، حنا مستعدين مع نطلبوا من السيد رئيس الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه يدير لنا واحد يخلق شراكه ما بين الجمعيه الوطنيه ويخلق لنا واحد المعاهد التكوين، حنا مستعدين كتكوين وتحسيس بالنسبه لاصحاب السيارات الاجره الصنف الاول والصنف الثاني والحافلات والشاحنات، حنا مستعدين نديروا معهم دورات تكوينيه، يخصنا الوسائل باش نخدموا، خصنا نطلبوا من الوكاله باش تساعدنا لوجيستيكيا هذا باش نكونوا باش نخدموا معهم. على حد العلم ديالي ان الوكاله او اللجنه سابقا هي كانت عقد مجموعه ديال الشراكات مع المجتمع المدني في اطار التحسيس والتوعيه بمخاطر السير. لا حنا دابا الحمد لله الوكاله تطورت، انما بقاتش اللجنه الوطنيه اللجنه ديال السلامه الطرقيه ولا تاع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه عندها البيجي ديالها، راه دارت اتفاقيه مع وزاره التجهيز والنقل باش خدات هي دابا اللي كتحمل المسؤوليه ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، وعندها ان شاء الله خصنا تخلق لنا شراكات مع بحال دابا رئيس الوكاله يدير شراكه مع وزاره التعليم باش دوك الوليدات ديال المدارس يخلقوا واحد المقرر يكون ديما كيقراو دوك الوليدات في المدارس اثناء الخروج والدخول كيفاش يستعملوا ديك الطريق ممر الراجلين. انا كاين بصح بزاف ديال الحوادث السبب ديالهم هي عدم دوك التوعيه خصوصا الطفل اللي كنقولوا الناشئه او الماده الخام. الطفل راه حتى في اللباس ديالو كيكون مختلف بالليل على النهار. يعني كيكون كيستعمل الطريق يوميا كيخصو يعتمد على الالوان الفاتحه باش يلبس بحال اللي كنشوفوا دابا الشارات اللي عندنا حنا كنحملوا على الكتف ديالنا هي عاكسه للضوء. أيه. هذه انها راه كتحمي الاطفال وكتحمي حتى الشباب. علاش شنو هاد الدور ديال هاد الشارات بحال اللي كنتي خبرتيني قبل؟ هو ان السائق كيستطع يشوفك على بعد امتار. لان هذه كيضرب فيها الضوء. الجيلي اللي عند البوليس عند الشرطه عند كذلك لي غارديان كيضرب فيهم الضوء كيبان للسائق الا هذاك الوليد قاطع او هذاك الشاب قاطع وكيحاول انه يقلل من السرعه. نرجعوا لعمليه التواصل المباشر، كانت عمليه التواصل المباشر مع مستعملي الطريق، كانت سلامه الراجلين، كانت الطريق الى المدرسه، كانت خيمه السلامه الطرقيه، كلها عمليات كانت نظمتها اولا اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير والفائدات المجتمع المدني. في نظرك واش هاد الشراكات
وهاد المشاريع اللي تعطات للمجتمع المدني عطات الاكل ديالها في الحد من حوادث السير. الحمد لله عطات الاكل، ماشي ما عطاتش، عطات الاكل، ولكن خصهم الوسائل باش يشتغلوا. هاد الجمعيات مساكين خصهم باش يشتغلوا، خصهم وسائل. لا حيت انا اللي عارفه كيخلي الجمعيات اللي ما كتستافدش. كاين جمعيات اللي كيستافدوا من المشروع وكتكون عندهم جميع التجهيزات. من ضمنها الفلاير، الاوراق اللي كتفرق، من ضمنها الجيليات، من ضمنها يعني واحد التعويض مادي اللي كتمكنهم انهم يحركوا بهم المنشطين. اذا هادو اللي كيستافدوا. دابا نتوما رساله خصكم انهم الجمعيات كلهم اللي كتشتغل في السلامه الطرقيه خصها تستافد باش يمكن لها باش دير الرساله ديالها توصل وتكون الدعم هو كل شيء. بالنسبه لحنايا من قبل هذه من 2008 ولا 2009 حنا كنشتغلوا في هذه السلامه الطرقيه. نعم. تخصص السلامه الطرقيه. تخصص السلامه الطرقيه. نعم. وحنا بعدا حنا كمدارس علم السياق عندنا الفكر على هذه السلامه الطرقيه وقرينا عليها وعندنا شواهد في هذا الشيء السلامه الطرقيه، ولهذا حنا مستعدوا مع جميع المجتمع المدني ولا مع هذا جميع مع مدارس تعليمية باش نشتغلوا في هذا الإطار هذا. شنو هي مشاريعكم المستقبلية لتقليص من حوادث السير؟ مشاريعنا يعني هي التربية. إذا كانت التربية جميع المواطنين في التربية الطرقية راه غادي تنحدوا. يمكن لكم توظفوها أنتم كجمعية، هذا اللي شنو يمكن لكم أنتم ديروا كجمعية ديال السلامة الطرقية في هذا المجال هذا وباش غادي تفيدوا هذه الناشئة سواء الأطفال أو الشباب أو الناس الكبار. شنو باغي نديروا مستقبلا؟ احنا باغيين نديروا مستقبل ان شاء الله. هي اللي داروا لنا هاد المراكز ديال التكوين، غنساعدوا جميع المواطنين، لا الفئه الشباب الصغار ولا الوليدات ولا الناس الكبار، نساعدوهم باش يتحملوا. وهاد المراكز غتكون مجانيه؟ مجانيه، خصها تكون مجانيه. نعم. لان هذه مصلحه ديال الوطن كامل وديال بلادنا، فهمتي؟ هذه خصها تكون مجانيه باش نقلصوا من هاد حوادث السير هذه. واخا هضرنا على راجلين بزاف هضرنا، ولكن ما هضرناش على السائقين. بزاف ديال السائقين الله يهديهم اللي ما كيحتاروش هما الاشارات الضوئيه، ما كاينش ربط حزام السلامه، ما كاينش محافظه على مسافه الامان، استعمال الهاتف في النقل اثناء السياقه، بزاف ديال الخروقات اللي كيديروها السائقين. شنو يمكن لك تقول لي في هذه المساله؟ بالنسبه لهذه النقطه هذه، لان ذاك مستعمل الطريق راه حتى هو ملي كينزل من السياره كيمشي على الطريق مع الطريق. نعم. وكذلك خصو يحترم كما كيكون هو سائق وكما كيكون راجل، ولهذا كنطلبوا من ذاك مستعمل الطريق ان يحترم القانون، لانه هو القانون. وخصنا شويه الجزر فوالا الجزر عقوبه جزريه باش يحترم القانون. راه الا كانت عقوبه جزريه راه بنادم لا بدا غادي يحترم القانون. ولذا كنتمناو الخير ان شاء الله لبلادنا باش نكونوا في ضفر الجهود جميع جميع الشرائح، المستعملين الطريق والراجلين والشاحن وكلهم خصهم يحترموا. واحد النقطة كيسولوا عليها بزاف ديال المواطنين، ديال الممر الراجلي اللي ما فيهش الإشارات الضوئية الثلاث، ما كاينش لا ضوء أحمر لا أخضر ولا برتقالي، وكيكون يعني السائق جاي واخا هو بعيد وكيبغي هذاك الراجل أنه يقطع من الممر الراجلي، يعني ما يمكنش يلتزم بالأضواء حيت ما كاينش. أيه. واش من حق هذاك السائق اللي جاي بسرعة يدوز ولا هذاك الراجل اللي خصو يدوز؟ هذاك الراجل اللي كان قطع نزل من فوق التروطوار وغادي في ممر الراجلين واخا يكون عنده اشاره ضوئيه ديال هذا. لا انا كنهضر في حالات ما كاينينش الاشارات، كاين ممر الراجلين ما عندناش فيهم اشارات. صافي خص السائق يوقف نورمالمون. نورمالمون السائق هو اللي خصو يوقف. السلوكات لان ذاك السيد ملي كيقطع في وسط الطريق ما كتعرفش شنو غيدير، واش يرجع له ولا هذا. انت عندك السياره ديك كتحكم فيها وغادي توقف وتخليه يدوز. اكيد. وحاجه واحده اخرى اللي كنوليو كنزيدو ناكدوا عليها هو التسامح داخل يعني الاوساط سواء كانت الحضريه او القرويه. ملي كنشوفوا ان وقعت حادثه ما بين سياره او دراجه او كاينو ضغوات وكاينو تصداع وكاينو مشاكل رغم انها ما كاينش لا اضرار لا في الحديد ولا في الاجساد، وكتبقى اخلاق تربويه. نعم. اخلاق تربويه. بنادم الا كان مربي راه مربي في كل شيء، مربي في السياقه، مربي في المعامله، مربي يهضر مع الناس. وكنتمناو ان شاء الله هذه التربيه هذه تخلق فينا ونعاودوا. اذا رسالتك الى جميع مستعملي الطريق. شنو الرساله ديالك؟ رساله الطريق هو احترام قانون السير، والراجل يحترموا ويمشيو في ممر الراجلين، والسائقين يحترموا القانون السير والتشوير الطرقي. وكنضيف لك ان شاء الله كاين ان شاء الله بلادنا راه غادي يعاودوا كل شيء البنيه التحتيه البنيه التحتيه
وغادي يبانوا هذوما التصوير الطرق راه كله غيتعاود هذا البلايك اللي عندنا في المغرب راه كلشي غيتعاود ان شاء الله وراه غاديين حنا ان شاء الله وباسم الجمعيه الوطنيه كنشكركم على هذا الندوه اللي درناها وعلى هذا النهار اليوم التخصيصي كنشكر بزاف كنشكر مرحبا ورساله الى الجهات المعنيه الجهات المعنيه هي تدخر الجهود باش تصاوب لنا البنيه التحتيه والطرق والتصوير الطرقي والفضاءات فين يبقاو دوك الوليدات يديروا دورات تخصيصيه لهاد الوليدات هذو ان هذوك الوليدات هما المستقبل ديال بلادنا ان شاء الله الله يوفقنا ما فيه الخير ان شاء الله كلمه اخيره لمتتبعي البرنامج كنتمنى لكم في هذه المناسبه ديال السلامه الطرقيه ان تكونوا كتصنتوا لنا وكتسمعوا لنا ان هذه راه مصلحتنا ومصلح وليداتنا وبلادنا خصنا نحاولوا ناكدوا بان خصنا ان شاء الله نوصلوا حتى تولي واحد صفر حديث سير في المغرب ان شاء الله ان بلادنا تبارك الله راه غاديه في واحد المستوى خصنا غير حنا نكونوا كمواطنين كمستعملي الطريق كرجالين نكونوا ونطبقوا القانون ديالنا والحمد لله ما غيكون عندنا حتى شي حاجه ان شاء الله ان شاء الله وحنا بدورنا كذلك نتمنى السلامه للجميع في برنامج المراه الجايه عندك الى اللقاء في حلقه قادمه وضيف جديد ويوم تخصيصي اخر الى اللقاء اذا كنتي ماشي في طريق كون على بال شوف الاضواء